السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على اختبار فايلاند. اختبار فايلاند زي ما هو معروف طبعا انه من اشهر الاختبارات اللي بتقيس مهارات التوافق او المهارات الاجتماعية عند الاطفال. طبعا زي ما احنا عارفين انه اختبار فايلاند مقسم لاربع مجالات: مجال التواصل، ومجال الرعاية الذاتية، ومجال التنشئة الاجتماعية، والمجال الحركي. لو اتكلمنا على الهدف الأساسي للاختبار، هنلاقي إنه فيه أكتر من هدف من خلال اختبار فايلاند بنقدر نتوصل إليه. أول حاجة إنه قياس الجوانب المكونة لمهارات الطفل الاجتماعي، بمعنى إنه كل طفل موجود في الدنيا دي ليه جوانب مكونة للمهارات الخاصة اللي بيستخدمها للتواصل أو للتعبير أو رعاية نفسه أو إن هو مثلا يتواصل مع الآخرين. المهارات دي اختبار فايلاند حاول طبعا معدين الاختبار ده إن هم يتوصلوا لأقرب البنود أو الأهداف اللي من خلالها أقدر أقيس مدى توافق الطفل مع العمر الزمني الخاص بيه. تاني حاجة إنه أنا من خلال الاختبار أقدر أعمل مقارنة لمهارات الطفل بباقي أقرانه من نفس الشريحة العمرية. الطفل طبعا عنده 5 سنين مثلا، او طفل عنده 3 سنين، اقدر من خلال الاختبار بعد ما بطلع الدرجات بتاعتي اشوف العمر الاجتماعي للطفل ده واقارنه بالعمر الزمني بتاعه، وبالتالي بقارنه بباقي اقرانه من نفس الشريحة العمرية. تالت حاجة انه انا بتعرف على العمر الاجتماعي او توافقي للطفل ده، طبعا مختلف شوية عن موضوع اختبار الذكاء. زي ما قلت انه العمر الاجتماعي هو بيقيس بس المهارات اللي بتطلع، ولكن مش القدرات الكامنة أو الموجودة داخل الطفل يعني. رابع حاجة بيكون التعرف على نقط القوة والضعف لدى كل طفل. وطبعا اختبار فايلاند بيطلع منه في الآخر بعد ما بخلص الاختبار نقط قوة ونقط ضعف. طبعا على حسب ما بيخرج الاختبار بيبقى فيه متوسط، طبعا من خلال المتوسط اما بيطلع بشوف والله ايه هي المجالات اللي الطفل جاي فيها نقط ضعف، ومن خلاله بقدر اني اشتغل في البرنامج او انه اوضع برنامج مبدئي من خلال نقط القوة ونقط الضعف. لو اتكلمنا على محتويات الاختبار، هنلاقي ان في استمارة خاصة بمجالات وبنود الاختبار، والاستمارة دي اللي بيستخدمها الأخصائي اللي بيطبق الاختبار على الطفل وبيشوف البنود وبيحاول يطبق كل بند على حدة. تاني حاجة ان في كتيب للتصحيح. بعد ما بخلص الاستمارة والتطبيق باخد الدرجات الخام الموجودة ومن خلال عمر زمني موجود قدامي للطفل، وببدأ اصحح من خلال كتيب التصحيح واطلع الدرجة الخاصة بكل طفل. طبعا في اكتر من درجة بتخرج، في درجة خاصة بكل مجال لوحده، في درجة كلية بتطلع بتقول لي مثلا الدرجة مثلا 70 80 50 60 على حسب ما بيطلع. وطبعا الدرجة دي بتحط الطفل في فئة معينة، يعني هل مثلا في إعاقة مثلا، وهل لو في إعاقة هل الإعاقة دي متوسطة ولا شديدة ولا إعاقة بسيطة، هل الطفل في المجال في الفئة المتوسطة الطبيعية اللي ما فيهاش أي مشكلة، لا ده الطفل مش في المتوسط، ده الطفل مثلا متفوق عن سنه أو العمر الزمني اللي موجود فيه. زي ما قلت إنه دي بالنسبة للدرجة الكلية. كمان لكل مجال على حدة في درجة بتطلع لوحدها، درجة معيارية، وكمان بيطلع فئة بيصنف فيها كل مجال على حدة. لو اتكلمنا على مجالات الاختبار، زي ما انا قلت في البداية انه في 4 مجالات للاختبار. اولهم بيكون مجال التواصل. مجال التواصل بيتكون من 3 مجالات فرعية. اولهم بتكون اللغة الاستقبالية، واللغة الاستقبالية هي بتقيس ما يستطيع الفرد فهمه من اللغة المسموعة، بمعنى الفهم او الاستماع او التركيز او مثلا اتباع التعليمات. تاني حاجة بتكون اللغة التعبيرية. اللغة التعبيرية نفس القصة بتاعت اللغة الاستقبالية، ليها بنودها برضو الموجودة داخل الاختبار، ولكنها بتقيس ما يستطيع الفرد أن يعبر عنه باللغة المنطوقة أو في صورة إشارة رمزية في مرحلة ما قبل الكلام، زي مثلا تعبير الوجه قبل اللفظية طبعا، أو بداية الكلام أو الكلام التفاعلي.
في كمان المفاهيم المختصرة أو مهارات الكلام أو التعبير عن الأفكار المعقدة. الحاجة الثالثة طبعا من المجالات الفرعية هو مجال الكتابة، ومجال الكتابة نفس القصة ليه بنود، ولكنه بيقيس ما يستطيع الفرد أن يقرأه أو يكتبه، زي بداية القراءة، مهارات القراءة، مهارات الكتابة. ده طبعا بالنسبة لمجال التواصل. المجال الثاني اللي موجود في مكونات اختبار فايلاند هو مجال مهارات الحياة اليومية، هو مجال مهارات الحياة اليومية برضو مكون من ثلاث مجالات فرعية. المجال الأول فيهم ألا وهو السلوك الشخصي. طبعا السلوك الشخصي هو عبارة عن أنه بيقيس مهارات الطفل في الأكل والشرب، استخدام الحمام، الملبس، الاستحمام، العناية بالذات مثلا، المظاهر الصحية العامة، فهم الطفل للنقود أو الوقت أو التاريخ. المجال الفرعي الآخر هو السلوك الأسري، والسلوك الأسري عبارة عن أنه بيقيس برضو ما يستطيع الطفل مثلا فعله مثلا من أنشطة المنزلية، زي مثلا نظافة المنزل، أعمال المطبخ والمائدة، الاهتمام مثلا بالملابس. لو بصينا على المجال الثالث اللي هو مستوى الجامعة والمجتمع، وده طبعا ليه البنود الخاصة بيه زي أي مجال فرعي أنا ذكرته، هنلاقي إنه مستوى الجامعة والمجتمع أو المهارات المجتمعية، ودي بتقيس مهارات الطفل الشخصية خارج المنزل، زي الأمن والسلامة، استخدام الهاتف، استخدام النقود، استخدام الوقت، مهارات المحافظة مثلا على الذات من أخطار الطريق، التعامل مثلا في المطاعم، أو مهارات مثلا العمل. لو بصينا على المجال الثالث اللي هو التنشئة الاجتماعية، هنلاقي ان التنشئة الاجتماعية نفس القصة، يعني موجود فيها ثلاث مجالات فرعية. اولهم العلاقات الشخصية، ولو حبيت اسأل حد غير متخصص يعني عن مضمون الاختبار، هل لما تطلعوا ان شاء الله على الاختبار، انا هرفق الاختبار يعني، هل المجالات او البنود اللي محطوطة دي هي بتقيس كل الامور الخاصة مثلا بالعلاقات الشخصية او الاجتماعية، او الامور الخاصة مثلا بالرعاية الذاتية، او مثلا في التواصل لغة استقبالية او تعبيرية او الكلام ده؟ لا طبعا، هي الموضوع مش بيقيس كل البنود او الاهداف الخاصة بالمجالات اللي احنا ذكرناها، ولكن هو عبارة عن تعبير او تنبؤ بان الطفل عنده قصور من خلال بعض البنود او الاهداف اللي مذكورة هنا. طبعا لو اتكلمنا على العلاقات الشخصية والاجتماعية، وهي بتقيس طبعا كيفية تفاعل الفرد مع الاخرين، زي الرد على الاخرين، التعبير ومعرفة المشاعر، مثلا التواصل الاجتماعي، تكوين صداقات، الانتماء مثلا لمجموعة. هنلاقي المجال التاني اللي هي اوقات اللعب والفراغ، وطبعا بتقيس مهارات الفرد في مواقف اللعب، استغلال وقت الفراغ، اللعب، المشاركة، التعاون، مشاهدة التلفزيون، الهوايات والعادات، الذهاب مع الأصدقاء مثلا في رحلات. المجال الثالث اللي هو مهارات التوافق، ومهارات التوافق عبارة عن أنها بتقيس قدرة الفرد على إظهار المسؤولية، حساسيته تجاه الآخرين مثلا، التحلي بالآداب العامة، اتباع تعليمات، اعتذار، حفظ السر، السيطرة على المشاعر، وتحمل المسؤولية. لو اتكلمنا عن المجال الرابع، هنلاقي ان المجال الرابع خاص بالمهارات الحركية، والمهارات الحركية مقسمة الى جزئين. اولا الجزء الخاص بالمهارات الحركية الصغرى، ودي بتقيس مهارات الطفل في استخدام الايدين او الاصابع، التحكم في الاشياء، الرسم او استخدام مثلا المقص. هنلاقي الجزء الثاني او المجال الفرعي الاخر ان هو مهارات الحركية كبرى، والمهارات الحركية الكبرى نفس القصة ليها بنودها، ودي بتقيس مثلا مهارات الطفل على استخدام مثلا الذراعين او الساقين او التآزر الحركي، وبتشمل مثلا الجلوس، صلب الرأس، الزحف، الجري، المشي، نشاطات اللعب. مجال المهارات الحركية برضه زي ما قلت انه مش بيقيس بالظبط مدى توافق الطفل
في العمر الزمني حركيا، ولكن هو بيدي مؤشر. طبعا في حالة يعني شعورنا ان في مشكلة ما موجودة في الاختبار في مجال المهارات الحركية، بيوجه الطفل مثلا لأخصائي العلاج الطبيعي لعمل التقييمات بتاعته. وكذلك الجزء الخاص بمجال التواصل كلغة استقبالية او تعبيرية او مثلا قراءة أو كتابة، احنا بندي مؤشر في حالة وجود مشكلة ما من خلال الاختبار، بنوجه الطفل من ضمن توصياتنا انه يروح قسم التخاطب. طبعا بكده يكون دي اخر مجال موجود في مجالات فايلاند. لو اتكلمنا على تطبيقات الاختبار، هنلاقي انه الاختبار بيصلح في مراكز ذوي احتياجات خاصة، بيصلح مع الاطفال الطبيعيين في المدارس. يعني الاختبار الى حد ما هو بيدي صورة قريبة جدا من مستوى الطفل التوافقي او مستواه الاجتماعي او مهاراته الاجتماعية ومدى توافقه مع البيئة الخاصة بالمهارات الموجودة داخل المقياس. طبعا الصورة اللي بتتعرض قدام حضراتكم هي الاختبار الفايلاند، الصورة المسحية، ودي اول نسخة منه. في نسخة تانية موجودة ولكن لسه ما كوننتش على البيئة العربية. هي طبعا احنا الحمد لله رب العالمين، انا برضو عضو في فريق تقنين الصورة التانية من اختبار فايلاند، وعما قريب ان شاء الله يعني هنحاول بإذن الله انها تنزل السوق ويتم تطبيقها. الصورة التانية طبعا بتتميز بزيادة بعض البنود، بعض الأهداف، كمان غيرت بعض البنود اللي ما بقتش تصلح مع التطور الحديث الموجود دلوقتي، لأن الصورة المسحية يعني قديمة شوية من التسعينات أو في أوائل الألفينات. عشان كده هي عالجت الصورة التانية بعض المشاكل اللي كانت موجودة في الصورة المسحية. أتمنى إنه يكون الاختبار واضح قدام حضراتكم، وإن شاء الله رب العالمين أنا هرفق الاختبار من ضمن المادة العلمية المرفوعة يعني مع الفيديوهات. وبالنسبة لكتيب التصحيح، طبعا هو عشان كتيب التصحيح يعني كبير شوية، هو مش موجود عندي صراحة في صورة يعني إلكترونية PDF أو كده يعني، ولكن هو عندي موجود ورقي يعني. إنما سوفت وير هو صراحة مش موجود عندي الكتيب سوفت وير. فأنا هحاول إن شاء الله أوفر الاختبار، ولو حد عارف يجيب الكتيب بتاع التصحيح سوفت وير يبقى جزاه الله خير، وأنا لو عرفت إن شاء الله إنه أجيبه سوفت وير وأرفعه لحضراتكم مش هتأخر طبعا. وأتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرات الخاصة بالتقييم، وفي انتظار إن شاء الله المحاضرتين الأخيرتين عن تعديل السلوك. وشكرا لحضراتكم.